السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع خاص، كثير بيسألوا من برا جدا، من برا مكة، من برا بحرة، بيسألوا عن المنطقة. الكل طبعا أكيد يعرف هذا خط الحرمين اللي هو اتجاه مكة المكرمة. طبعا كله في كباري. طيب هذا خلينا نبتدي من أول كوبري، هذا كوبري المستشفى حق الحرس، هيجي بعده كوبري بحرة، الكوبري المباشر بعد بحرة ما عليه لوحات، ما عليه لوحات إرشادية، فالناس بتطلق عليه اسم الكوبري الميت. أوكي، أنا أتواصل معكم عن من أوصل له الآن حتى لا يطول عليكم الفيديو. أوكي، هذا كوبري بحرة. طبعا أنا أقصد هذه اللوحات الإرشادية أو بحرة مكة المكرمة. الكوبري اللي جاي بعد هذا ما عليه أي لوحات، وكذا الشباب الجميع الناس يعني بتصير تطلق عليه كوبري الميت، من إنه ميت ما عليه أي لوحة إرشادية، فما مجهول الهوية. تطلع من الكوبري هذا وتنزل يمين. هلا لما نوصل أقرب أتواصل معكم ثاني. أوكي، هذه المنطقة اللي على يميننا الآن تبتدي، هذه منطقة عوائل كلها، شايف يجون عند الأشجار هنا كلها عوائل. هذا احنا منطقتنا اللي في الوجه هناك، إن كانت تشوفونها كذا نعمل زوم الآن أحاول. هذه المنطقة هناك، هذه بداية دخولنا الطعوس اللي هي مرحلة 1 2 3 وانت ماشي بالطريقة دي. هذا الكوبري مجهول الهوية، ما عليه أي لوحات، ما في، ما يعني أنا ما نعرف مين سمى الكوبري الميت، إنه صاحي والناس تطلع فوق وتمشي معه. عموما تطلع الكوبري هذا تنزل يمين، أول ما تنزل يمين حيجونك حقون اللي أجروا الدبابات هذول على يمينك، على يسارك، بس تدخل يسار وتمشي مع العالم. بس يعني اللي يحب يجي في المنطقة هذه عشان ما يضيع، يجي يوم الجمعة. يوم الجمعة يعني حتى لو ما سأل حيمشي ورا الناس. شوف السيارات ما شاء الله تبارك الله، كل اللي جايب دباب، اللي جايب شو اسمه ذا يا ولد، هذه المنطقة. اوكي، هنا بداية المدخل، خلاص هنا ينتهي الاسفلت، بس بعدين كملوه هناك يروح على قرية داخلية كده صغيرة. احنا ندخل يسار، من اول ما ننزل من الكوبري تدخل يسار على طول. هذول المنطقة هذه كلها إيجار دبابات، يبيعون فحم، حطب، شاهي، بقالة صغيرة، يعني الأشياء النواقص اللي نقصت على الشباب. مو وقتك هذا، مو وقتك تتصل الآن، مو وقتك. أشياء اتصال كذا قطع علي التصوير، هذا عيب الجوال، إذا وأنت بتصور وجاء اتصال يوقف التصوير. عموما هذا المدخل، خلاص تدخل من هنا مع البشر. شوف السيارات هذه كلها ماشيه، كل ما جيت على الساعه 3:30 4 طبعا تلقى الدنيا زحمه هنا. انا جاي بدري اليوم مخصوص عشان اصور بس كذا، حتى اخويان الجروب اللي سمع بعد جاء واحد منهم بس اللي شايك معايا الان. خلاص تدخل تمشي، ما امسك الجاده هذه، توكل على الله مع البشر. واذا حبيت تكون يوم الجمعه احنا موجودين، الله يحييك معانا، نعرفك على المنطقه مرحلة مرحلة، وإذا غرس برضو نسحبك ونفزع لك ونصورك ونطلعك في اليوتيوب. اليوتيوب ما شاء الله، هذا اللي يصلوا، خلينا نصلي معه. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.